نتوجه معكم مشاهدين الآن بصوت وصورة الجبال جازان، حيث ما زالت أصداء الفرح تعم أرجاء المنطقة بعد فوز المنتخب السعودي بالأمس على نظيره الأرجنتيني في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم لهذا العام. ننتقل طبعا للزميل حسن الغزواني بيطلعنا على أجواء الفرح من عنده. أهلا وسهلا فيك حسن، مساء الخير. مساء الخير عهد، مساء الخير للسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. طبعا لا صوت يعلو على صوت كأس العالم في هنا في جازان، وفي كل مكان تجد التجمعات الشبابية، الأماكن المهيئة لمشاهدة مباريات كأس العالم. يعني تفاعل كبير جدا من المجتمع، أيضا من الجهات الحكومية، من الجهات الخاصة، من المقاهي، من المجمعات التجارية، كل المواقع خصصت وجهزت لاستقبال الجماهير الراغبة في مشاهدة كأس العالم. أصداء الفرح كما ذكرت نعم تعم المنطقة منذ الأمس بمناسبة فوز المنتخب السعودي، وهو فوز تاريخي بلا شك. أيضا التفاعل مع بقية مباريات البطولة. هنا أنا أتواجد طبعا في قرية المخلاف، إحدى القرى في أبو القعايد في صبية، حيث أيضا يتجمع الشباب يعني هنا في هذا الموقع لمشاهدة مباريات كأس العالم بكل تفاعل وبكل أريحية. معي الأستاذ حسين دبيع. استاذ حسين، اول شيء يعني تحدثنا عن مظاهر الاحتفاء او التفاعل مع مباريات كاس العالم بشكل عام، ايضا مظاهر الفرح التي عمت القرى والهجر هنا في صبيه بمناسبه فوز المنتخب بالامس. اولا شكرا لكم، شكرا لقناه الاخباريه على تواجدها معنا لرصد اصداء احداث بطولات كاس العالم في هذا المكان في قريه ابو القعايد، قريه من قرى المخلاف. الحقيقة كانت ليلة الأمس ليلة وطنية بامتياز، الكل هنا يعني كان سعيد بهذه المناسبة. نقدم أجمل وأهم التبريكات والتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد الأمين، هذا الرجل الداعم للرياضة وللشباب والرياضة. الوطن البارح كله كان سعيدا بهذه المناسبة وبهذا الفوز، وكانت لكلمات سيدي سمو ولي العهد مع المنتخب الوطني الحافز الأكبر الحقيقة على تحقيق الفوز. أصبحنا طموحاتنا عالية لتحقيق هذه البطولة، وبإذن الله تتحقق انتصاراتنا بإذن الله سبحانه وتعالى في أقادم الأيام. أستاذ حسين، يعني طبعا هنا وفي مواقع أخرى أيضا تنتشر المواقع التي جهزت وخصصت لاستقبال جماهير لمشاهدة كأس العالم، كيف رأيت هذا التفاعل في الحدائق العامة، في المنتزهات، في أيضا المجمعات التجارية؟ الحقيقة الجميع يعني كما ذكرت أنت في مقدمتك، لا صوت يعلو على صوت كأس العالم في هذا المكان، وفي هذا المكان تحديدا بالذات كان هناك تجهيزات كبيرة جدا من أجل استقبال الأبناء القرية، خاصة ونحن هنا في قرية أبو القعايد لا توجد تلك الأماكن الواسعة لاستقبال هذه الجماهير، فكان هذا المكان هو المتنفس الوحيد تقريبا لأبناء المخلاف لمشاهدة كأس العالم. والتجهيزات الحقيقة حتى أن صاحب المقهى هنا كان يقدم التسهيلات اللازمة لدخول المكان بأسعار رمزية مبالغ يعني جدا سهلة، حتى أن الجميع يستمتع ويشاهد كأس العالم بشكل مبسط وسهل. كل التوفيق لكم والأمنيات بمشاهدة ممتعة. مرة أخرى أشكر قناة الإخبارية على تواجدها معنا في هذا المكان، شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة الفاعلة، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد، شكرا لكم جميعا. إذن عهد، سادة المشاهدين، كما شاهدتم أجواء كأس العالم وأجواء الفرح بمناسبة فوز المنتخب هنا في هذه القرى، في هذه الهجر، في يعني الجبال، وكل أماكن، كل الأماكن وكل المواقع في منطقة جازان، والتي خصصت لاستقبال جماهير الراغبة ومستمتعة بمشاهدة مباراة كأس العالم هذه الأيام. هذا كل ما لدينا من هنا.